برنامج اللي جعل سلوك القيادة في السعودية أكثر أمان. التعاونية للتأمين وجوائز قيمة من خلال تطبيق التعاونية درايف. اليوم التعاونية للتأمين راح تساهم في تقليل نسبة الحوادث في السعودية. كيف؟ من خلال مبادرتها في مجال السلامة والقيادة الآمنة. أنا اليوم زرت مبناهم علشان نتعرف وناخذ تفاصيل أكثر عن هالخدمات اللي جالسين يقدمونها. لو الآن تفعل التطبيق سوف يتم تقييمك من 5 نجوم بناء على كل رحلة أنت أخذتها. فإذا كانت مجمل رحلاتك الأسبوعية أخذت فيها من 90 إلى 100 بين 90 إلى 100 نقطة سوف تحصل على 20 عملة في درايف اللي هي تعادل يعني 20 ريال سعودي. وإذا أخذت مثلا كان تقييمك بين 80 إلى 90 راح تأخذ 10 عملات درايف اللي هي 10 ريال سعودي. وبإمكانك أنك عن طريق التطبيق نفسه في نهاية كل أسبوع يريديمت عن طريق كاش باك تستفيد منها مع شركائنا اللي موجودين وغيرها الكثير. يعني التعاونية درايف التطبيق متاح للجميع وراح يساعد على قياس سلوك السائقين من خلال بيانات الانعطاف والتسارع واستخدام المكابح والهاتف المحمول، بالإضافة لقياس كل العوامل واللي راح تأثر على سلوكك في القيادة. طبعا احنا في التعاونية نحرص دائما على تعزيز السلامة المرورية، تحسين القيادة. يعني احنا نتمنى ان يكون الشارع السعودي هو من افضل يعني افضل قائدي المركبات يكونوا موجودين عندنا. والحمد لله باذن الله احنا متجهين لهالناحية، وهذه تنبثق من استراتيجيتنا 2025 واللي هي برضو تتوافق مع احد مرتكزات برنامج التحول الوطني اللي هي تعزيز السلامة المرورية. وحنا في التعاونية دائما نحاول ان نسخر حلولنا وامكانياتنا في تعزيز السلامة وتعزيز الصحة العامة مع الجميع. سواقتك تكافئك وهو الشعار المخصص لهالحملة واللي اطلقت من عام 2021، وسجل فيها التطبيق اكثر من 60,000 مشترك في رحلات تزيد مسافتها عن اكثر من 100 مليون كيلومتر. والنتائج أثبتت أن 74% من اللي سجلوا تحسنت قيادتهم بنسبة 10% في أول 7 أسابيع. محمد المشاري، MBC.